أيمن أكبر. ليش لا كم قد أنت والمشاكل حقا؟ أكا رمضان. هو اللي قاعد أكبر. كم قد روي لك البيت خلنا نقوم بدراسة البساع. يا شيخ ادم شاه ما بيديك ادم شاه معي ادم الصائم هذا شطام عم فوت تصوم ادم شاه انا معي اسره فقيره اوريك وينهم انا دائما الفقرات كلها هون فتقول ايش تخلي الفقراء ما انت عين ما ابو ادم شو ما ابو يا ابو النقام هانني لو كنت داري النوار والله طير من سوم الجني خاف طول بس ما شخصي هات الباقي كم باقي اباقي فقرات كثير مالك مزاج ليش نلعب نعمل لنا ملفه